بالقانون يكتبوا لك باول ماده بالقانون يكتبوا لك المفردات المصطلحات، هذا هيك تعريفه، هذا هيك تعريفه. فاحنا اول سلايد هو راح ناخذ هو الترمينولوجي، يعني انا من بعدين من راح اقول لك كلمه اكلوجنز انت راح تعرف شنو انا ايش اقصد، من راح اقول لك كلمه سنتريك ريليشنز راح انت راح تعرف انا ايش راح اللي راح اقول لك اياه. فاول شيء لازم يعني لازم تركزون عليه باي شيء تقروه هو الترمينولوجي. اول شيء بالنسبه احنا الاكلوجن والارتكوليشن، شنو الفرق بيناتهم بالكلمه، شنو الفرق بيناتهم وبالتعريف شنو الفرق بيناتهم. الاكلوجنز هو 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 يعني ريليشنز توث كونتاكت ان ستاتيك كونديشن، يعني من يكون الاسنان تكون ما مو دازنت موف، ماكو موفمنت بيها ان ستاتيك، من يصير توث كونتاكت مكزيري اند ابر تيث مكزيري اند مانديبولار تيث كونتاكت ان ستاتيك كونديشنز يصحوا له التيرم هذا اكلوجن. لكن من نقول ارتكوليشن، ارتكوليشن هي الكلمه من يكون اكو مكزيري اند مانديبولار توث كونتاكت ان موفمنت when the teeth is moved. اوكي، فهذا الفرق بيناتهم بالنسبه للترمينولوجي. زين، نجي على سنتريك ريليشنز. هذا السنتريك ريليشنز ما ليش قلت لكم هذا يدخل كل يعني كل الريستراتيف، لان هذا هو اساس العمل بكل شيء. احنا السنتريك ريليشنز يعني احنا اهم شيء عندنا انه البيشنت من نسوي له اي ريستوريشنز هو الجايد مالتنا هو السنتريك ريليشنز. ليش هي الجايد مالتنا؟ احد يقدر يقول لي بيكم شو صار لكم فتره يعني صار لكم فترة تاركين شو اسمه، اريد شوية من عندكم انتم شوية يعني شوية تسوون تسترجعونا وشوية ريفرشمنت. ليش السنتريك ريليشن مهم؟ اكو كلمة واحدة بيها بس دكتور اللي اثر على البي او دي. اي اثر ليش مهم؟ هو ليش مهم؟ لان هو موست ريست بوزيشن بالكيس. لا هو مو ريست، هو سنتريك مو ريست هو. لا بعد ليش هي كريليشن احنا نروح عليها وناخذ غير ريليشن راح ناخذ الاكسنتري، يعني منها تجي موفمنت. هاي اول نقطه. بعد ريبيتابل، ريبيتابل هي اهم مساله بالموضوع. طبعا هي 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 النقطه اللي تبدي من عندها. صحيح هاي اهم السبب الثاني الاوبجكتيف انه احنا نختار سنتريفيشنز انه هي النقطه اللي تبدي من عندها اي موفمنت. اي موفمنت راح تبدي اول شيء تكون هي بالسنتريك وتتحرك. لكن هي ليش احنا نختارها؟ ليش احنا نشتغل عليها؟ لان هي ريبيتابل. انا اريد اسوي سنتريك للتيث، اريد اجي اخذ السنتريك، انا ما اخذ ريليشن بعد ما اقدر اسويها نفس الشيء نفسها. فاخذها سنتريك ريليشنز لانه هي ريبيتابل. كل ما انا اجي بالسنتريك اخذها بالشمع بعدين بالتراين بالجسد التراين بالاسنان اجي هم ارجعها على نفس البوزيشنز. لانه هي البوزيشن مالتها الوضعيه مالتها اذا نشوفها هذا الوضعيه مالتها هي من يكون الكوندايل ان ذا موست انتيريور سوبيريور بوزيشنز اجينست بوستيريور سلو. فالكوندايل وين؟ انتيريور سوبيريور بوزيشنز هذه هنا هي اجينست بوستيريور سلوبس اوف ذا ارتيكولار ايمينس. هذا ارتيكولار ايمينس شوفوا هذا هيك شيء كنا بي هذا ارتيكولار ايمينس. طبعا السنتريك ريليشن، كلمة سنتريك ريليشنز هي تعني العلاقة بين المكزيري بون والمندبل، يعني علاقة بون تو بون. يعني المريض هذا عنده تيث ما عنده تيث هي سنتريك ريليشنز، وهي هاي أهميتها انه هو المريض حتى لو ما عنده هو أسنان ما عنده ولا تيث أنا هاي قدرت أحصل من عنده سنتريك ريليشنز أقدر أبني عليها هذا. السنتريك اكلوجن من اقول كلمه سنتريك اكلوجنز معناها هاي طبعا بون تو بون هذه توث تو توث معناها when the tooth of the maxillary او maxillary tooth occlude with the mandibular teeth at centric relation. يعني من يكون الكوندايل قاعد بالانتيريور سوبيريور بوزيشنز من يصير اكو كونتاكت بين التيث هذه يسمى لها سنتريك اكلوجن. زين شنو الماكسيموم انتركسبيشنز؟ شنو الفرق بيناتهم؟ احد يقدر يقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بين سنتريك اكلوجن وماكسيموم انتركسبيشن؟ اكلوجن
ترى قد يختلف الماكس وقت الكاسويشن مو بالسيم في الكيس. اي هو شنو الفرق؟ هن خلينا نتفق بالبدايه ماي اور ماي نوت كونسايد وذ ذا سنتريك انكلوجنز، لكن وشو الفرق بيناتهم؟ ليش هذا التيرم وليش هذاك التيرم؟ هن اثنيناتهم اكو ماكسيمم انتركسبيشن، بس هذا ليش؟ هذا ماكسيمم انتركسبيشن ممكن يصير والسنتريك مو ريليشن، يعني الكوندايل ما قاعد بالمكان اللي هو سنتريك ريليشن، اوكي؟ متغير، فالماكسيمم انتركسبيشن هو حاله هي توث كونتاكت ريجاردليس بوزيشنز اوف ذا كوندايل، وات ايفر كوندايل بوزيشن، باي مكان هو الكوندايل هو الانتركسبيشن اوف ذا توث regardless of the set of the positions of the condyle. يعني مهما كان مكانه قد يكون شويه متحرك قد يكون هو مو بالسنتريك. طبعا بمعظم الحالات الاورثو اكو ماكسيمم انتركسبيشن بس مو بالسنتريك ريليشن. تفهمون شلون احنا كبروستودونتس احنا دائما كبروستودونتس ممكن تجينا الكيس عندنا ماكسيمم انتركسبيشن بس هو مو بالسنتريك ريليشن، بس من اني اسوي ريستوريشن من اني هسه المريض يعني اذا اسوي له ريستوريشنز اني لازم اسوي له اياه بالسنتريك ريليشنز، يعني لازم السنتريك اكلوجن هو التيرم مالتي مو الماكسيمم انتركسبيشنز. تفهموني لو لا رجاء واضحه هاي ترى كلش مهمه. سنتريك اكلوجن هو تيرم خاص بالسنتريك ريليشن، ماكسيمم انتركسبيشنز هو ريكاردليس بوزيشنز اوف ذا كوندايلز. اكسنتريك اكلوجن شنو؟ اكسنتريك other positions rather than the centric relations، يعني اي movement منا left right protruded كليته هو هذا اي relation مو centric relations، اوكي؟ هذا eccentric relation. هذا خلينا نشوف هسه احنا sagittal view. هذا راح ناخذ فكره هيك بسيطه، هي طبعا ما موجوده المحاضره بس انا اشوف لكم اياها بالنسبه للمانديبولر movement. المانديبولر موفمنت اذا نجي نباوع منها ساجيتال يعني منها من البروفايل، اول شيء راح تشوفون الكوندايل. هذا الكوندايل هذه الاوبننج اللي هي بدايه الاوبننج. هسه اي واحد بيكم يفتح شويه هاي 12 ملم يكون الكوندايل قاعد بمكانه، يسمحوا لها روتيتنج، يعني الحركه الاولى اللي تصير بالكوندايل هي روتيتنج، يفتر حوالين نفسه اقفل محور imaginary line hinge axis يصيحوا له. هذا روتيت الكوندايل اذا كانت الفتحه بسيطه روتيت. من يعبر الفتحه يعبر 12 يوصل للماكسيمم اوبننج الكوندايل شو يسوي؟ يسوي حركه ثانيه اللي هي ترانسليت، يتحرك يطلع لي قدام، هو الكوندايل يطلع لي قدام ترانسليت، اوكي؟ هذه بروتروسف، شوف شلون بروتروسف، شوف شلون متحرك الكوندايل بالبروتروسف، هذه بروتروسف موفمنت زين. هذا الكوندايل هسيت مانديبولر موفمنت تو مانديبولر موفمنت. اول شيء روتيشن يتحرك حوالين نفسه، بعدين من تزيد الاوبننج يطلع شويه لقدام. طبعا من يرجع بالسنتريك هو يرجع راسه يقعد بمكانه، اوكي؟ هذه فرونتال فيو، هاي همينا فرونتال فيو، شلون هنا يروح ليفت هنا يروح رايت. هذه همينا هي الماكسيمم يعني هذه الماكسيمم اوبننج، اوكي؟ هذه الاحمر هذا اللي تشوفوه الاحمر هذا بروتروسف، هذا هم نفد تريسينج. هذا طبعا بالادجستبل ارتكيليتر هذا احنا نسوي تريسينج لهاي الحركه. هذه بس اللي تشوفكم مانديبولر موفمنت. هذه انت حتى تسوي ريستوريشن. انا هسه انت هسه يبني عشان اسوي لك، انا اخذ لك الموفمنت مالتك، انت ما عرفت لي وين اللاترال مالتك لان هي اكسنتريك وزميلك الى غير وحده. فاني شو اسوي؟ اسوي تريسنج، يعني اسوي اكو فد تريسر يعني فد قلم يربط بال هذا اللي احنا راح نسوي له تريسنج ونحرك ونرسمها. شوف انت ايش قد عندك، حتى انت من تروح انا عندي بالارتكليتر انقل هاي الموفمنت مالتك انت بالارتكليتر انقلها يمي
حتى انا اشتغل بيها اعرف انت لهنا انا واصل. اوكي؟ حتى اسوي سيميليشن. هي الفكره كليتها انه اني انقل مالتك كل شيء عندك انت الاوبننج مالتك الليفت الرايت بروتروسيف انقلها حتى انت من تروح انا اشتغل وكانه انت يمي. اوكي؟ فهي هذه مهمه جدا بالريستوراتيف دنتستري. اي ريستوراتيف دنتستري؟ لانه المريض اني حتى اقلل الادجستمنت. احنا هسه شلون نسوي هذا الشيء؟ احنا بالفاينل نسوي هاي الحركه، نقول له حرك يسرى يمنى، احنا نسوي تشير تايم ازيد، نسوي ادجستمنت ازيد. تفهمون شلون؟ هو المفروض هذا لاب ادجستمنت، هذا هو اللاب هو اللي يحرك يسرى يمنى. طبعا بالسيمي ادجستبل اركيكليتر. سيمي ادجستبل راح نشوف راح اراويكم اياه. زين. اوبجيكتيف اوف اكلوجن. يعني شنو فائده الاكلوجنز؟ يعني ليش نسوي احنا ليش ندرس اكلوجنز او يعني اهم شيء؟ اهم شيء هو طبعا هو بريزرفيشنز، هو بريزرفيشنز هو يحافظ لنا على يعني يحافظ لنا على اللي موجود سواء تيث سواء تي ام جي. لان هذا تي ام جي اذا انا ما ضبطت الاكلوجن مضبوط التي ام جي هو اول واحد راح يتاثر راح يسوي لنا تي ام دي يسمحوا له التمبرامنتبلر ديس اوردر. اوكي التي ام دي يعني هذا الهيد مال كوندايل تشوفون انتم اكوجيك اكوبيشن تجي عندك كليكينج. هذا كليكينج من يصير صاير تلقي فد املجام مثلا مو زينه او تلقي مثلا فد ميسنج مو زين يعني مسوي اكستراكشنز فصاير البروبلم صاير بالكوندايل صاير فد عنده فد بروبلم فصاير عنده كليكينج. طبعا الكليكينج ممكن يعني يكبر ويصير فد مشاكل كلش هوايه. وذا تي ام دي همينه فد شيء اكيد انتم ماخذين بالاورال ميديسن مو تي ام دي. اي فاول شيء بريزرفيشنز. طبعا ماستيكيتري افشنسي انت من راح ترجع ماكسيمم انتركس بيشنتس من راح تسوي اكلوجن من راح التيث يعني اكلود وذ اوبوزيت راح يصير الماستيكيشنز احسن. انهانسمنت اوف دنتشر ريتينشنز اوف ستابل. طبعا اذا انا عندي انتركس بيشن راح يقلل الديسبليزف. اذا انا ما عندي انتركس بيشنز ممكن لا ترى اي 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 كونتاكت ديسبليزف كونتاكت ممكن راح يوخر لنا الريتينشنز. والفونيتيك اند استاتيك. طبعا الفونيتيك اند استاتيك راح ناخذها شلون؟ يعني شنو علاقه الفونيتيك بالكلوجنز؟ لا لها علاقه انا اذا اسوي اوفر جيت واوفر بايت مضبوط الساوند راح تطلع مضبوطه. لان الساوند هو يعني الاف والفي والاس والتي والدي كلها هي تانج ويا تيث. تانج ويا تيث طبعا هذا هم فد موضوع كلش يعني كبير. بس هو اذا كان اكو فد proper positioning of the upper and lower teeth راح يطلع الساوند اوكي. اوكي فاذا انا سويت مثلا ما سويت الاوفر جيت والاوفر بايت مضبوط الاس ممكن ما تطلع للبيشنتس تطلع اف. اوكي فالفونيتيك والاستاتيك ريكويرمنت stability of dentures in both centric and eccentric balanced occlusions contact bilaterals thus high should be required. طبعا راح ناخذها هسه احنا بالتفصيل. Concept of occlusion in complete dentures. طبعا احنا بالcomplete dentures thankfully يعني احنا بما انه احنا نازل نشتغل complete dentures فمن حسن حظنا انه احنا نقدر نختار الكونسبت الخاص يعني بكيفنا احنا احرار. يعني مو مثل الناتشرال دنتيشنز. انا يجيني مريض ناتشرال دنتيشنز مثلا جماعه الاورثو ما اقدر اني بكيفي اسوي له. لا لان هو عنده ناتشرال دنتيشنز عنده هابتشوال اكلوجن عنده اكلوجن مالته. بينما انا بالكومبليت دنتشرز طبعا أنا كيف أختار بعد؟ أنا عندي أشياء هسه راح ناخذها بالتفصيل، شلون تنطبق على هذا المريض وما تنطبق على هذا المريض، شلون أختار لهذا المريض على أساس؟ زين؟ بس اللي أريد أذكر لكم إياه وأنتم يمكن أكيد ناسين، شنو هي الكونسبت بالناتشرال تيث؟ هسه أنتم كلكم عندكم إكلوجن خاص بكم، كل واحد هسه فيكم عنده إكلوجن، قد يكون طبعاً هي النسبة تختلف طبعاً. قد تكون 60% من عندكم هو نفس شنو هسه ذكروني بس شنو ان الكونسبت اوف اكلوجنز الناتشرال دنتيشن لازم نرجع للاكلوجن مال البيشنت. شنو ان هن الكونسبت هن 3 كونسبت يختلفن عن هذني ابيض كونديشن
three concept of inclusions in national intentions. سووا إحصائية شافوا ideal inclusion. ideal occlusion وشي لا لا مو ideal concept. أول واحد هو البالانس اكلوجنز. البالانس اكلوجنز اللي هو نفسه اللي احنا راح نسويه. البالانس اكلوجنز اللي هو البالانس هسه راح اراوي لكم اياه بس اول كونسبت هو البالانس اكلوجنز. ثاني واحد الكناين بروتكتد 60% من عندكم هسه كناين بروتكتد اكلوجنز. الله سبحانه وتعالى خلق الكناين بطريقه انت من تروح على الليفت هو الوحيد اللي يطخ. شوفوا هسه انت واقف قدام المرايه حرك ليفت رايت راح اشوف انه فقط الكناين بالكران يطخ. صح ولا كناين بروتكتد اكلوجن يعني الاكلوجن محمي من قبل الكناين يعني الكناين هو الحامي. والنوع الثالث اللي هو اقل من الكناين بروتكتد اكلوجن اللي هو جروب فانكشن اكلوجن اللي هن البوستيرير تيث كلهم يطخن. مرات مثلا رجال كبير بالعمر يصير عنده وير بالكناين مو ليش احنا الكنان ما نسوي له ريستوريشن؟ ليش احنا ما نسوي له اكستراكشن؟ ما نسوي له ريستوريشن؟ نحاول قدر الامكان ما نلعب بالبليتر سيرفيس لانه هو الكنان الكي اوف اكلوجنز. الكي اوف اكلوجنز يعني احنا 60% لقوا انه 60% من البوبيليشنز هم كنان بروتكتد اكلوجنز وتقريبا 25% جروب فانكشنز و15% بالانس اكلوجنز. هذه يعني شافوا هذا بالناتشرال ديتيشنز. بينما بالكومبليت انا ما هذا بالكومبليت ما عنده ولا سن. انا اجي اختار له هسه انا اجي اختار له الكونسبت انا اجي ها على مزاجي انا اشوف شنو اللي هو موجود عند البيشنت واني اختار له. البالانس اكلوجنز طبعا هو الموست بريفير راح نعرف هسه بعدين ليش بس هو ذا موست ديفيكولت. اوكي هو الموست بريفير بس هو الموست ديفيكولت لازم اكو في الكرايتيريا عند البيشنت. فهذني تحفظون اياهم عيني بالانسد اليونجلايزد والمونوبلين. طبعا هذني الحكي كله وين هسه راح ناخذ شنو الفرق بيناتهم شلون انا افرق بيناتهم راح ناخذ هسه راح ناخذهم كلهم واحد واحد. البالانسد اكلوجنز هو من يكون بالوركينج سايد هو اكو وركينج سايد تكون هنا الفود بلس بمكان اكو مكان لاخ يسوي بالانس. يعني شنو؟ يعني اني عندي بالبالانس اكلوجنز بالوركينج سايد هذا شوفوا هذا الوركينج سايد هذه هنا اكو الفود صحوا له المكان اللي بيه الفود اللي دا يصير بيه الكاتنج صحوا له وركينج اكلوجنز الوركينج سايد العفو الوركينج سايد يكون الكسب طاخ بالكسب الكسب مال بكل طاخ ويا الكسب مال بكل والكسب مال بليتال طاخ ويا الكسب مال لينجوال مال لور. اوكي بالسايد مال بالانس السايد الثاني هذا السايد الثاني هو اسمه بالانس هو يسوي بالانسي هو يمنع انه الاسنان تطلع برا. اوكي هذا فهذا شنو هذا بي فائده هو الكاتنج افشنسي مالته كلش عاليه لان قصب بقصب من اللي يخلي هاي العلاقه تصير قصب بقصب بالحقيقه هو البالانس هذا البالانس اللي مثل اللي هو من تروح الاسنان من هاي الصفحه هو يوقفها فدائما هي هاي الحركه هي تسوي شو اسمه فهذا النوع اللي هو بريفيرد. هاي طبعا باللاترال وركينج شوف باللاترال وركينج هسه هذا اللاترال وركينج شوف شلون اكلوجن اكلوجنز باكل ويا الباكل والبليتر ويا البليترز بينما بالبالانسينج موقفه كانه عباره ما يخليه يطلع برا تفهمون شلون بيسوي بالانس هو دي يعني الحركه اللي بيسويها هو بيسوي بالانسينج. اوكي فهذا يسموه له بالانس اكلوجنز لانه هو متوازن بالانس. هذا شلون اعرف انه صار اوفر سويت هسه انا اقول لك شلون تعرفين هسه انا اقول لك شلون تعرفين هو انت تعرفين بالتيث اللي راح تختاريه انت ايش راح تختارين هسه راح ناخذها بعدين. الادفانتج مالتها طبعا ديستريبيوشن اوف لود لانه هن هواي كسبات يطخن فالديستريبيوشن مال لود يتوزع ستابلتي ريديوس تروما فانكشنال موفمنت هاي تعتبر فانكشنال موفمنت efficiency و comfort طبعا للبيشنت طبعا comfort واحنا هسه يعني احنا تقريبا 100% مالتنا الكيسات اللي نشتغلها بالكليه هي بالانس اكلوجن لان اني هسه راح اروح للنوع الثاني راح اعرفكم شنو هو الفرق بيناتهم. الفاكتورز افكتنج بالانس ارتكيليشنز هانا كونس هذني الخمس نقاط
تحفظهن شلون يعني شلون تحفظ من واحد يقول لك شو اسمك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ذني تحفظهن هيك اوكي ذني خمسه كلش مهمات هي هاي تمثل يعني كل الكومبليت تنشرز انكلوجن مال كومبليت تنشرز هن ذني اللي احنا نفكر بيهن اول شيء طبعا احنا مادتنا هاي صعبه يعني حتى لو هي محاضرتين حتى لو ما نكمل اليوم عادي نكمل الاسبوع الجاي اوكي بس مو مال نمشيها بسرعه كوندايلر جايدنس الكوندايلر جايدنس يعني شنو شنو يعني كوندايلر جايدنس اخوان شباب الكوندايلر هو المتحكم يعني ها تحدد الكوندايلر بعد هو عندنا مو عندنا ارتكيليتر تعتمد على السلو بالضبط احنا مو عندنا ارتكيليتر الارتكيليتر شبيه بي كوندايلر جايدنس هذني الدويرات فوق صراحه احاول لكم اياها بالصوره وبي انسايدر جايدنس انسايدر جايدنس هذا بي الارتكيليتر بي الكوندايلر جايدنس هو شنو وضع الكوندايل مال بيشنت هذا الكوندايل مال بيشنت هيلثي اوكي ايش قد الزاويه مالته هو عاده بالارتكيليتر هو الزاويه شوفوا هاي الزاويه اللي تتكون بين ال مال الامننس هذا وبين الكوندايلر هذا الكوندايلر جايدنس هذا احنا ما نقدر نلعبه هذا نوت اندر نوت كنترول اوف ذا دنتست هذا الشيء الوحيد هذا طبعا السؤال يتكرر كل سنه بالامتحانات كل سنه يتكرر وات ار ذا فاكتورز ذات اندر ريجوليشنز اوف ذا دنتست هذا مو من ضمنها الباقيات هسه راح ناخذهم كلهم اندر ريجوليشنز اوف ذا دنتست احنا بكيفنا بس هذا ما نقدر نلعب فيه هذا خاص بالبيشنت هذا خاص بالكوندايل يعني الشيء الوحيد اللي هو هسه موجود عنده هو ما عنده اسنان بس هو عنده كوندايل الكوندايل احنا ايش قد ناخذها احنا من نجي نقيس كوندايلر جايدنس هسه راح نطلع لكم شلون نقيس الكوندايلر جايدنس بس المهم كوندايلر جايدنس هو وضع الكوندايل وضعيته الصحيه وضعيته يعني الارتكيليشن مالته البوزيشنينج مالته زين الشيء الثاني الانسايزر جايدنس الانسايزر جايدنس هذا احنا نسوي انا اسوي اوفر جنت اوفر بايت زين بس انا هذا هم يعتبر مو كلش بيلي ليش لان انا بي الفونيشن والاستاتيك فمو كلش يعني جوا ايدي ما اقدر هم اتحكم به هو الزاويه اللي يصير بين ال هذا الانتيريور والعفو الابر انتيريور والابر اللور انتيريور هو الزاويه اللي يصير بيناتهم زين هاي الزاويه اللي يصير بيناتهم هل هي هاي زاويه حاده زاويه شو اسمه طبعا هي هاي الزاويه تقريبا من 10 الى 20 الفيربل من 10 الى 20 طبعا هذا بالارتكيليتر الحكي كله بالارتكيليتر اوكي البلان اوف اكلوجن طبعا البلان اوف اكلوجن انا همينه هو اندر ماي كنترول لكن هو مو كلش اندر ماي كنترول لان هو همين يعتمد على الكرانيوم ويعتمد على البلان اوف اكلوجن should be parallel to the intertripulary line مو صحيح صح لو لا تذكروها هاي الانتربيبولاري لاين هذا اللي تشوفوه وهذا الاتريغس لاين فالبلان اوف اكلوجنز هو بارالل تو ذا انتربيبولاري لاين وبارالل تو ذا الاتريغس لاين هذا الاتريغس لاين هذا للبوستيرير تيز وهذا للانتيرير تيز هو صحيح فاكتورز انا اقدر اتحكم بيه بس همينه مو كلش مثل الانسايزر يعني مثل الانسايزر الثاني همينه انا محكوم بيه بس هو اندر ماي كنترول يعني مو مثل الكوندايلر كوندايلر جايدنس مال بيشنت كل بيشنت احنا اكو دراسات اكو دول الكوندايلر جايدنس 33 اكو دول 28 حسب الافينيتي طبعا هو يفرق يعني انتم تشوفون هاي كلها يعني علاقه بالسكيليتر بالاناتومي الكاسبر انكليشنز الشيء الوحيد هسه اللي سالته جماعه زميلتكم قالت شلون انا اعرف هو بالكاسبر انكليشن اني اختار كسب 33 درجة أني مختار بالانس اكلوجن أني مختار كسب 10 درجة أني مختار لينكلايز اكلوجن أني مختار كسب 0 درجة أني مختار مونو بلين اكلوجن هذه عليكم سلام هذه باختصار يعني أو خلينا نقول بفكرة مبسطة يعني أني شنو اللي أني أتحكم فيه وشنو اللي هو أني هو الكسبر انكليشن
هو اللي فرق لي هذا الكونسبت عن هذا الكونسبت عن هذا الكونسبت. اختاريت الكسب اللي هي هاي هسه احنا نشتغل بيها، الكسب اللي هي ما يعني موجوده 33 درجه اسمها، اللي هي الكسب فورم، واكو كسب ليس اللي هي زيرو، واكو سيمي اناتومي هسه راح ناخذها هم. زين الكسب والكومبنسيتنج كيرف شنو يعني كومبنسيتنج كيرف؟ كيرف اوف سبين واحد من عندنا، وبعد كيرف اوف ولسن وكيرف اوف مونسن، هن ثلاثه. هذا كيرف، هذا كيرف اوف سبي، هذا كيرف اوف مونسن. يعني هذا الكيرف هذا انا همين اندر ماي كنترول. اوكي هذا انا اقدر همين اسوي طبعا، بس هو اكثر واحد احنا نفرق بينات. يعني اكثر واحد انا شلون اختار الكونسبت هو الكسب انيجوليشن. اوكي النقطه الرابعه هي اللي انا طبعا كنت مسويها خامسه بس ما ادري شلون هسه شفتها صارت الرابعه. انا شفت خليها اخر واحده لان يعني هي اللي انا اختار بيها. بس هن ذني اربعه كان خاف يجيكم سؤال شنو اللي اندر كنترول اوف ذا دنتست؟ عدد اولى شنو اللي نوت اندر كنترول؟ ممكن يجيكم سؤال نوت اند وات ار ذا فاكتورز ذات نوت اندر كنترول اوف ذا دنتست؟ اول واحده اللي هي كونتاينر جايدنس اللي انا ما اقدر العب بيها هاي مال بيشنت. قد يجيني بيشنت هيلثي يونغ شو ما بيها هذا، قد يجيني يعني كبير كلش من عمر الكونداير ما ترايح يعني ماكو اصلا يعني ما موجود. فطبعا هاي تفرق الانجلز راح تختلف بين هذا وهذا، هذا راح يصير شارب اليونغ راح يصير شارب انجل، هذا لا راح يصير برود انجل الكبير. ها هذا هسه انتراكشنز اوف فايف فاكتورز. طبعا هذين الفايف فاكتورز هذين انتراكشن بيناتهم، اكو انتراكشنز لازم تسوي انت في البالانس بيناتهم كونداير والانسايزرز وهذني البالانسد. هذني شوف هذني هنا خالهن هو ليش خالهن اكثر اثنين ما تقدر تلعب بيه، اكثر اثنين انت ما تقدر يعني تشتغل كل شويه بيه، لان الانسايزر جايدنس هو هم يعني يقول لك البيشنت سيك يعني ذا فيرست كوز اوف ذا سيكينج تريتمنت هو استيتيك. يعني هو جايك اكثر شيء او خلينا نقول برايمرلي هو استيتيك كونسيرن. فاني ما اجي والله ها على مود الانسايزر جايدنس اني اروح للفيرست كونسيرن هو بالنسبه لي. فخالها هنا حتى انت لا تلعب يعني لا كلش تلعب، انت تقدر تتحكم بيها بس هي not preferred to be regulated by the dentist because of the aesthetic concern and phonetic. طبعا aesthetic and phonetic فهي مو كلش under control of the dentist. يعني اذا جاوب هيجي جواب هذا جواب بيرفكت، يعني هذا الرسم اللي تذكروه تجاوبون انه هذا هو not under control، هذا under control but not preferred. زين هذني انتم لا تقدرون تغيرون. خال الكسب خالها لي فوق لانه هي اللي تتفرق لنا بين واحد وواحد. هذا رسم حفظوه. How to record condylar guidance. اني هسه البيشن كلهن هذني اني كلهن اني اقدر اسويهن ولا ما يروح البيشن طبعا اني اقدر اسويهن، بس الكوندايلر جايدنس اني ما اقدر اسوي لازم اخذه من البيشن. تفهموني؟ فشلون اسوي في نوتش هنا فوق وفي نوتش هنا ها واخلي البيشنت بروتروز. شلون هاي بروتروزف؟ شوف شلون اللور مقدم. شوف شلون اخلي البيشنت بروتروزف. من اسوي بروتروز اخلي انجكت بايت ريجستريشن ماتيريال واشيله. اوكي اجيب الارتكليتر، هذا الارتكليتر سيمي ادجستبل، اسوي لها ريليز افتحها هاي الانجل مالته مو ذني انجلز. شوفوا ذني انجلز هاي زيرو، شوف تقريبا وصلها وين؟ هي تقريبا 30 هيك شيء تقريبا. هي احنا بالنسبه للاثنتي مالتنا الكوكاجين تقريبا 30 الى 33. فسوى لها ادجستمنت مش وقت مو قاعد الكاست، سوى ادجستمنت الى ان رجع الابر وين لور كلود على البايت ريجستريشن ماتيريال اللي اخذناها من البيشنت. اوكي هسه انا اخذتها الكوندايلر جايدنس مال البيشنت وراح البيشنت خلاص. انا هسه راح اشتغل بالبراكيات. اوكي هاي هسه انا عدتها اقعد البيشنت اخلي بايت رم هنا ورم هنا واقول للبيشنت بروتروز، يعني هو بروتروجن فتي يقدم الماندبل، يعني هذا يقدم الماندبل هنا أنا مو صار هسه تقديم صار اكو فراغ هنا. هذا الفراغ انا اخلي انجكت اللاستوميريك ماتيريال او بايت ريجستريشن ماتيريالز.
اوكي فالماتيريال انجكشنز يعني تشوفوها تشتروها انجكشن تخلون بيها وهي تصير هاي باتر ريستريشن ماتيريالز اخذها اقعدها بالارتكليتر اسوي ريليز للكوندايلر جايدنس اقعدها بالارتكليتر ارجعها نفس المكان شوف هي ايش قد تصير الزاويه 30 28 حسب الكوندايلر بوزيشنز اكو مريض يجي توصل لل 25 اللي هي كلش تعبانه مالت الكوندايلر توصل لل 25 درجه اوكي بس اذا لا بيشنت مالت الكوندايلر زين بعدها سوى مثلا يعني اكستراكشن جديد ما صار له كلش هوايه لا شوف انه 35 33 الدرجه مالت اللي هي خلينا نقول الكمان اكو شيء بعد ترى هذا سبيشال ارتكيوليتر سيمي ادجستبل مو سبيشال اي سيمي ادجستبل ارتكيوليتر بي مو سبيشال ارتكيوليتر مو سمبل ارتكيوليتر مو سمبل لا مو سمبل مو هذا مالتنا مو سمبل هذا اللي هو سيمي ادجستبل اللي هو بي الكوندايلر جايدنس حتى بي الكوندايلر ديستانس همين يعني الديستانس همين يعني هو مو بس الانجل ايش قد بعد واحد عن الثاني هذا ناخذها بالفيسبوك بالفيسبوك ليش نخلي واحد هنا واحد هنا ونشيلها نخليها بالارتكليتر حتى نقيس المسافه بين هذا الكوندايل وهذا الكوندايل لان هاي المسافه متحركه كوبيشن اعرض كوبيشن اكثر فهو يتحرك من هيك ومن هيك همين يعني الكوندايل تطفى الدقمه بالارتكليتر يجي شويه يسار قاعد اوكي هذا بس سمي ادجستبل ارتكليتر هذا يأثر على الارنجمنت طبعاً هذا مو قصة يأثر هي مو شغلة يأثر أنت ممكن أنا مو قلت لك إن الفايف فاكتورز هذا الفاكتورز الأول اللي أنت سويته خدته من البيشنت الخمسة يمك يهمني لا حتى تقدر تسوي هذا الني لازم أنت تأخذ الكوان دايلر لازم شو يأثر بالضبط عند الشغل يعني أنا أقول شو هذا طبعاً سؤالك أنا نقول يعني the most sophisticated question بقى يعني ما لا صعب عليكم أنا من تجيني كوندايلر جايدنس 8 تعبانة 28 أنا ما أجي أسوي قص 4 33 تفتهمني لأن هذا هو already القص ما تتعب يعني أنا الكوندايلر جايدنس يعطيني فكرة عن أنا شنو راح أريد ما تماجه يعني لازم أقلل القص بقى عم دقيق لا مو ريليز حتى يعني هو لأنه يعني already ما عنده يعني ability إنه هو يعني accommodative balance balance occlusions هو أصعب واحد بيهن أكثر واحد بيهن يحتاج يعني إنه البيشن إيه يعني أصعب واحد بيهن هو يحصله فمن يصير هو الكوندايلر مالته يعني تعبانة أنا ما أختار له هي كل يعني 25 يعني فجأة ما يتقدم بالزايد. لا مو يتقدم بالزايد معناها الكوندايل معناها الكوندايل مالته تعبان ما بي انقل محكوك مبرود ماكو شيء يوقفه الكوندايل مالته رايح مبرود الكوندايل او السلوب إيه؟ رايح تعبان فما عنده ليش الانقل القوي الانقل مالته قاله فهذا ما اخلي له قصب يعني ما قصب 33 اروح للمونه اي بالضبط يعني هون بالضبط يعني هو اصلا الكوندايل ما يتحمل هيك شيء اوكي هو هذا السؤال مالتك هذا طبعا وين يطلع لنا بالفول ماوث ريهاب مو بالكومبليت دنجرز بالكومبليت دنجرز الامور شويه اسهل بس بالفول ماوث ريهاب فول ماوث ريهابيتيشنز الامور معقده ليش انت ما راح تختار له الكونسبت مال كلوجنز هو عنده كونسبت راح يصلح له الكونسبت هو عنده كونسبت مو زين صاير عنده مشكله بسبب هذا الكونسبت فول ماوث ريهاب يكون يجينا كله اترجن هذا عنده مشكله بالانكلوجنز انت راح تحل الهيا وين بالريستريشنز بالتوريدا سجلنا خطا يعني ليش ما يصير عنده تويرس عنده شو يعني تويرس يعني افتر وات افتر بينج يعني ديسترويد هو اذا تعتمد على التويرس انت لا تشتغل فوق اي شيء خليه لي ما يصير يعني تعتمد أنت تسوي له شيء اللي هو ما راح يسوي له discomfort ولا راح يسوي له pain هو tolerance ومو كل واحد يعني tolerance مالتك مو مثل tolerance مال يعني أي مو مثل بي يعني كل واحد له يعني فتشي تبى تعتمد على إنه أنت تسوي فتشي هب هزار بتقول tolerance تلازم فتشي perfect تشتغل على patient نفسه. دكتور هسه هاي مثلاً بالأكتر دكتور فيها مشاركة بس بالموضوع على patient وقلت له برضو شلون راح تثبتها للبايت بال بايت ريستريشن ماتيريال يعني علامه احرق اي هسه اي هسه بعد
هسا انا مو خليت نوتش شوفي بيتحرك بهذا الفراغ بهذا الفراغ املي ماتيريال انجكت انجكت بايت ديسبيشن ماتيريال يعني دكتور ليش ما اجي الخط على اللور ما تقدر تطلع حنسويه لا لا هون يعني هاي مود عم تطلع حنسويه على على مرة ضلع نسويه ورا جهد الآن كتير ترى قاعد نسويه هاي بعد السيمتري وهي هاي شغلتها يعني شغلة بالمني بالمني legalized inclusion زين legalized شافوا إنه هو إنه هاي العملية الكوندايل هسا إحنا خلصنا البلاص شافوا إنه أنا هذه فتشي sophisticated أنا أجيب سمية adjustable وأسوي ولازم الكوندايلر ولازم الانسايزر قالوا خلي شوية نوط يعني خلي شوية نسهل الأمور سووا سووا لارج أفر بليتر كاسب أجينست وايد شلو لور لعبوا بالكسبات ها شوف رجعنا للكسب الشيء الوحيد اللي احنا نقدر نتحكم به ونقدر براحتنا نشتغل به هو الكسب سووا سهلوا المهمة على 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 المريض سهلوا المهمة على المريض سهلوا المهمة على المريض سووا شلو باعوا هذا اللور شلو ما سووا بعد نفس الكسب اللي هو يعني هذا كلش اللي هو عقد الموضوع لا سهلوها طبعا ولعبوا وين يا كسب الكسب اللي هي انفيزبل اللي هي باللور ما تنشاف على مود الاستاتيك طبعا اوكي يعني هي بقت استاتيكلي اوكي بس الكسب قللوها هاي فائدتها كسب inclines of mandibular teeth relatively flat result in less lateral force ها طبعا نسوي كسبات displacement force هنا كل شيء هواي لان lateral force كل شيء هواي انا هسه يعني كل ما اسوي كسبات هواي كل ما ممكن اكو فد lateral force انا ما حاسب حسابها مو صحيح زين نجي على الانديكيشن ترى ما افتهمناها هاي شنو هاي لينجلايزد بالنص اي مو انا قلت لكم هي محاضره صعبه ليش ما طلعتكم اياها بالهذا حتى تعرفون هذه شو اسمه بابا هم مو عندهم بالانس مو كان اكو عندهم بالانس قالوا البالانس هو 5 فاكتورز ايش قالوا قالوا احنا ليش نسوي هيك للمريض ليش نصعب المهمه ليش نسوي له هاي الشغله sophistications هذه كليتين احنا عندنا الفاكتورز اللي نقدر نتحكم بيه الكسب سووه شلو اللور سووا اللور شلو يعني الكسب 10 درجة اقل صحوا له سيمي اناتوميك تيث سووا تيث جديدة اخترعوا تيث جديدة مو اناتوميك تيث سيمي اناتوميك تيث اللي هي الدقري مال الكسب الكلاين 10% شلو فمن سووا شلو هذه السوفيستيكيشن مالتنا مال التريتمنت قللوها التعقيدات قلت اللي صارت سمبل الديسبليس فورس راحت اصلا لان انت كسب بكسب يعني انت طبقهم اي شيء بالطريق ممكن يحرك الدنجر فمن سووها وايد هسه انت من تريد انت هسه تشتغل فلنج مثلا اذا سويها اي شيء ما راح يعطيك هاي كونتاكت بس اذا سويها تشتغلها اناتومي كل ساعه راح يعطيك يعني يعطيك في المنطقه اللي يطخ بيها كل ما انت سوفيستيكيشن تسوي الكسب فورم كل ما انت تسوي سوفيستيكيشن للتريتمنت مالتك فهم قالوا خلي احنا نحافظ على الاستاتيك نقلل اللود على البيشنتس اوكي ذا موست يوز ذا موست كونسبت يوز هو لينجولايز ترى بس احنا بالنسبه لنا بالعراق ما عندنا سيمي اناتوميك تيث نشتغل الكسب فورم تيث البالانس اكلوجن لانه احنا ما عندنا يعني سيمي اناتوميك مو لانه احنا نفضل توجيه الطبيعي شوي البروتين يعني هو هذا اللي بنسويه هو هذا اللي احنا بنسويه هو هذا اوريدي احنا بنسويه هسه انت كل بيش تسوي لها انسيرشن راح تبرد وترجع لي اياه بس راح يسوي لي جلايز كلوجن كل هاي مو صحيح فهو يعني هم ما يسوون هيك شيء هو يغير لك التيث غير هسه راح نشوف الاشكال التيث هو يجيبها يعني اي يجيبها هي يعني سا اوكي ها ليش ينجلايز ليش ينجلايز السؤال صحيح لان الاستاتيك انا من اجي على البيشن ابرد الكسب هذا اللي ظاهر صح راح يصير ما حلو
راح نخسر الاستاتيك. احنا عندنا بالانس بين الاستاتيك والفانكشن. فراح اعلي الانجولايز لان هو اوريدي جوا الانجولايز. هو جوا الانجولايز فما في مشكله. نو بروبلم. هو غير الشغل هذا كله بالبوستيرير تيب غير؟ بالبوستيرير تيب باللور. وين قاعد بها ايستر؟ جت اللينجور. بالنسبه لك ما بها بس بالنسبه للمريض بيها. انت من تجي تشيل لك كاسب عدل مثل هسه راح ناخذ النوع الثالث. راح اراوي لك النوع الثالث وتشوف انت الفرق بيناتهم بالشكل. اوكي؟ هسه راح اراوي لك هو الكاسبلس. هسه راوي لكم اياه. كاسبلس هاي احنا مشتغلها، انا مشتغل كل شيء هواي الكاسبلس لان موجوده الكاسبلس تيف موجوده يعني اللي هي زيرو تيف. انديكيشن مالتها بعض. هاي استاتيك نيدد. ليش انت تريد استاتيك؟ انا يعني ما اجي اسوي له اياه مونوبلين. ويك مسل اوف ماستيكيشنز. ما عنده هو ذيك القوه اني يعني اسوي له بالانس اكلوجن. مو ما عنده ذيك القوه ما يريد هو بالانس اكلوجنز. فشي يعني على كيف. ديسبليسبل سبورتنج تيشو سيفير اليفيت. طبعا من يبدي ريزوبشن كل ما يزيد الريزوبشن كل ما اني اعوف البالانس اكلوجن. كل ما يعني هو ريزوبشنز اني لان البالانس اكلوجن يزيد لي الستريس يزيد لي الفورس. يعني زيد لي يعني البايتنج فورس مالتك راح تزيد يعني انت عندك يعني كاسب فورم تيف. اوكي ف ذس كروز ديسكريبنسي بالجو سايز. طبعا من يكون عندي كلاس 2 كلاس 3 اروح اللينجولايز. اوكي شويه هاي ذني ركزوا عليها لانه انتم عندكم ام سي كيو فاحتمال يجيب لك كيس يقول لك تعال اختار لي شو اسمه اختار لي كونسبت اوف اكلوجن. كلاس 2 3 افضل ينجلاس طبعا لان هو اوريدي جو سايز يعني ما تكافئ وما اقدر ارجع بالانس. انا شلون ارجع بالانس كله صعب. امبلانت سبورتد اوفر دنتشرز. طبعا الامبلانت لازم لينجلايز. ما اسوي اني هسه كومبليت دنتشر ممكن اسوي له بالانس اكلوجن بس الامبلانت مستحيل لان هذا مو توث. هذا فيكستشر ما يتحمل هيك لود. يعني الاسنان من الله سبحانه وتعالى يعني خلق لها بريد انت ليجامنت تتحرك شوي فيها حركه. هذا ما في حركه. هذا حديده تضربها حديده حتى صوت تطلع. ادفانتج سمبل. طبعا سمبل سهلنا المهمه. احنا بعد ما نحتاج الكسر استاتيك بيتر فود بنتريشن. طبعا بيتر فود بنتريشن ذان مونو بلين. هذه بالكم بنقول بيتر ذان مونو بلين مو ذان ادفانس ذان مو ذان بالانس. العفو هو بيتر فود بنتريشن ذان يعني هاي العباره كملوها هي موجوده ترى بالمحاضره بس اني يعني اختصرتها. هي بيتر فود بنتريشن ذان مونو بلين. حتى الاستاتيك هي ذان مونو بلين يعني هي تقريبا مقارنها ويا المونو بلين. كلاس 2 كلاس 3 قلناها. سنترلايزيشن اوف ذا فيرتيكال فورس. طبعا الفورس بالسنتر لانه هو اصلا شلو ماكو فد شيء راح يروح برا هو كله هنا شلو راح يجي. ومينيمايزنج تيبنج فورس وبوتنشلي باي لاترال بالانس. هذا هي قاعد تشوفوه. هذا هم نفس الشيء هو الوركينج بس الوركينج مالته جهه الوركينج هو شلو هو نفس البالانس بس الكاسب هو شلو. ديس ادفانتج difficult to obtain repeatable centric records. طبعا لان ما عندنا اكثر كاسبيشن قوي فما نقدر نحصل centric relations repeatable. تفهمون شلون؟ اوكي؟ و severely reported better recorded severely reported better عفوا severely resolved مو يعني مو moderate resolved severely resolved يعني كلش resolved monoplane. احنا كل الكيسات اللي اشتغلناها بالماجستير مونوكلين يعني هو يجيك فلات يعني فلات شلو ما عنده هو رج فتضطر تشتغل له المونوكلين. نجي على المونوكلين. شوف هذا المونوكلين باع استاتيك. هذا استاتيك ما بي استاتيك بريد ما يريده بس شنو بي انت مقلل اي لاترال فورس ما عندك اي ديسبليسيف فورس. اي ديسبليسيف فورس ماكو. الكسب هنا زيرو. كسب زيرو ماكو زيرو انجل. ذاك الليبرايز الشلو باللانجول هذا والبالانس 30 33 هذا زيرو. نو كسب تو فوسا ريليشن شيب ماكو. هاي الكسب فوسا
كلهم هن اثنينات فنشلوا يعني فلات. نو انتيرير كونتاكت انسيتر بوزيشنز طبعا ما يخلون انتيرير ضخم انتيرير بالانتيرير هذا هو هذا المونو بلين هن يعني هو كلش كلش يعني ما يخلي اي كونتاكت تصير حتى بس مجرد انه ما يصير ما يزيد الريزوبشنز اللي هو اوريدي كلش هوايه. الانديكيشن مالتها همنا نفس الانديكيشنز ان كوردينيتد جو موفمنت يعني مثلا بيشنت كبير بالعمر هو اصلا يعني عنده مثلا باركنسون او عنده فشويه اكو مرات يجيكم مريض مثلا هو مو باركنسون بس هي مو المسلز مالته المسل تون مالته عاليه فتتحرك الجو مالته ما تقدر تخلي له كسبات ليه بس تخلي له كسبات بهاي الحركه راح يسوي له ديسبليس راح يوقع. ادفانتج طبعا هو فيري سمبل سمبل تكنيك كسب هاي ليس بريسايز جوري كورس طبعا ما تحتاج انت يعني سوفيستيكيشن بالجوري كورس ما تحتاج لان انت اوريدي راح تصير كسب ليس تيث فما تحتاج ليس بريسايز يعني ليس بريسايز جوري كورس يعني ما تحتاج هواي تعقيد من داخل سنتريك ريديوز ريديوز فلات فورس فلات فور لاترال فورس العفو لاترال فورس طبعا لاترال فورس ماكو اصلا يعني هو كله كاسب بس و ايزير ادجستمنت انكلوجنز از نوت لوكت الانكلوجن از نوت لوكت ديس ادفانتج هاي ديس ادفانتج مالتي ليست استاتيك اقل واحد طبعا بور بنتريشن ما عنده يعني بور بنتريشن كان نوت بي بالانس ان اكسنتريك اكسترسيف موفمنتس ذاك اللينجولايزد يصير لي بالانس من يروح بس الزرقاء شوف الكاس ديك لان اكو كاس موجوده فسوي بالانس توقفه هذا ما بي بالانس لان ماكو كاس تفهمون؟ اوكي هذا سنتريك يعني سنتريك كلوشنز هو لازم تفوز جول مع سنتريك ريليشن الماكسيموم تركس ريليشن شنو الفرق قلنا؟ إن شفتوا أنتوا أكو واحد راح بيكم للمراية راح هو شاف هو يا نوع حاطك لاترال قدام المراية وشوف هو يا نوع على الأكثر أنتوا بهذا الأيج هو كلان بروتكتد إكلوجن يكون الكلان هو أطول واحد فمن تحرك أنت من لاترال هو يطخ فهو يعني هو من فضل الله سبحانه وتعالى أنه خلك سن هو يأخذ اللاترال يعني فورس كليتها هو يتحملها طبعا الروت ما أنت مسوي لك إياه كلش طويل أطول روت الكراون هو اكبر كراون فصاير هو هذا كلام بروتكتد اكلوجنز اكو النوع الثاني اللي هو جروب فانكشنز من يصير عندك توث وير من شويه واحد يكبر بالعمر الكسب يروح مال الكناين فمن يروح على اللاترال يقوم بعد ماكو لاترال ما الكناين ما يوقفه يوقفه من البوستيرير تيث جروب فانكشنز واكو النوع الثالث اللي هو البالانس اللي هو اقل واحد بالناتشرال دنتشنز البالانس اكلوجنز هو اقل شيء موجود بالكمبليت لا بالكمبليت ثري كونسبتس بالانس وليجلايزد ومونوبلين طبعا هذني الانديكيشنز مالتهم حسب حاله الرج حسب حاله الرج يعني انا الرج اوكي الامور اوكي البيشنت يعني هسه وريست اكستراكشنز افضل انا البالانس لا البيشنت شوي عنده ريزوبشنز اروح على الليجلايز طبعا هسه قلت لكم موستلي هم الليجلايزد لانه الليجلايز شنو الفكره مالته ياخذ الشيء الزين من البالانس وياخذ الشيء الزين من المونوبلين ياخذ الشيء الزين من المونوبلين اللي هو ماكو لاترال فورس وياخذ الشيء الزين من البالانس اللي هو استاتيك فاخذوا منه اخذوا منه سووا الكونسبت اللي هو الوسط طبعا هذا بعدين صار البالانس الانجلايزد كان اول شيء البالانس والمونو لو بالانس لو سن مضبوط لو سن ماكو يعني حتى يخلصون من لاترال فورس فقالوا ليش احنا هيك خلينا نسوي بالسبعينات قالوا خلينا نسوي واحد بالوسط اللي هو لا هو بالانس ولا هو مونوبلين ناخذ الشيء زين من اثنيناتهم
زين قلنا الكونسبت مال الدني بني الخمسه قلت لكم لازم تحفظوه، الكوندايلر جايدنس والانسايزر جايدنس والكومبنسيتنج كير والكاسب انكلينيشن والاكلوزر بلين. قلنا لكم هن اربعه من عند الدني ان اندر كنترول اوف ذا دنتست، واحد من عند هو كانت بي موديفايد كانت بي التر، هذا هو خاص بالبيشن اللي هو الكوندايلر جايدنس. الكوندايلر جايدنس سأل صديق زميلكم انه هو شنو تعريف، هو الزاويه اللي تصير بين هذا الهيد مال الكوندايل ويا هذا الباث مالته، يعني هو هيك الباث مالته، يعني هو ايش قد هو مضبوط هيلثي الكوندايل، ايش قد هو هيلثي، ايش قد ما هي الزاويه تكون احسن. طبعا هو كل ما يكبر بالعمر تشوفون هسه تروحون مثلا على جوجل مثلا تدورون انه جماعه التين دي جماعه التمبل من قبل ديسوردرز الهيد مال كوندايل تشوفوه اكو بيوير رايح من عنده، فهذا تكون الزاويه مالته اقل اكثر يعني 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 مو مثل هيلثي. زين الانتراكشن قلناها بيناتهم لان اكو انتراكشن خليني الانسايزر جايدنس والكوندايلر جايدنس، ليش تتذكرون من حيث الاهميه اي ليش الانسايزر جايدنس ليش السايزر جايدنس خليه دكتور حمات مثل الكوندايلر قليل نقدر نتحكم فيه ليش بالبيشن بالضبط على مود الاستاتيك وياي صح صحه ترى ساعه ما ونص المفروض هسه انتو تسعه الا ربع فري اوكي يعني زين هاو تو ريكورد قلناها هاي شلون بروتروجن تسوي كوندايلر هذا من جرايز خدنا الادفانتج والانديكيشنز. طبعا الانديكيشنز تتوقع الام سي كيو تجي كيس يقول لك وحده من عندهن الكونسبت اللي انت تختاره. زين هذا المونوبلين نجي على التكمله مال المحاضره اللي هو الجزء الثاني. التكمله مال المحاضره هو تقريبا يشبه اخر شيء لانه هم البالانسد والانجلايزد والمونوبلين على الكاسب فورم على الكاسب تيف، فهنا ذني التايبس اوف تيث الاناتوميك من اسمه اناتوميك، اناتوميك يعني مثل الاناتومي يعني ماثل الاناتومي مال التيث، فهو يستخدم بالبالانس اكلوجن. الدجري طبعا تختلف الستاندرد هو 33 يعني 33 هو الانجل مالته مال كاسب 33 الادفانتج والديس ادفانتج موجوده هي هسه ناخذها. الاستاتيك طبعا بالنسبه للاناتوميك الاستاتيك هو بتر بنتريشن فيرتيكال ستريس ريدوست هارموني اوف ذا تي ام جي بالانس اكلوجنز ان اكسنتريك بوزيشنز، يعني بالاكسنتريك اكو بالانس اوكي فهمتها، يعني هو يقول لك اكو بالاكسنتريك اكو بالانس اكو واحد يوازن اكو سن اكو اسنان توازن، يعني من يروح للاكسنتريك الاكسنتريك اللي هن اللاترال من يروح للاترال اكو بالانس اكو بالجهه الثانيه اكو بالانس. الديسادفانتج طبعا هو بريسايز تكنيك، يعني انت تسوي ريليشن بالانكل يعني تسوي كسب يعني ماكسيمم انتركسبيشنز، فاي خطا هو راح يسوي لك بريماتشر كونتاكت يسوي لك ديسبليسيف كونتاكت مور تايم ديفيكولتي بوزيشنز جريتر لاترال فورس. طبعا اكيد جريتر لاترال فورس يعني انت كسبات كلش هواي عندك، قللوا الكسبات بالسيمي اناتوميك، شوف هذا السيمي اناتوميك تحس انه مع بعض ماكو كسبات قليله خفيف يعني الكسب مالته خفيف طبعا اقل من 33 الزاويه مالته. ادفانتج استاتيك وجود تشوينج افشنسي بالنسبه للمونو طبعا مو بالنسبه للاناتوميك، الاناتوميك هو افضل واحد البيست وان هو الاناتوميك ليس لاترال فورس اقل من يعني انت من تشوف الادفانتج يعني هو مو ادفانتج بالمطلق هو ادفانتج من فتشي يعني هو ليس لاترال فورس فروم بالانس بس هو مور لاترال فورس ذان مونوبلين يعني تفهمون شلون؟ فهو ليس من يقول لك ليس لاترال فورس هو مو بالمطلق ليس لاترال فورس هو اقل من اقل من العفو من البالانس اكلوجن، البالانس اكلوجن هو لاترال فورس وبالانس اكلوجن همينه هو يعتبر همينه بالانس اكلوجن لانه ما بي مو مونوبلين هو همينه يعتبر بالانس اكلوجن يعني كسب. اكو كسب اي اكو كسب ديس ادفانتج ليس استاتيك بور فوت بنتريشن كانت بي بالانس ان اكسنتريك
اكسكيرشن يعني مو مثل الزاويه اللي موجوده بالاقل الناناتوميك اناتوميك هذني اللي هن مونوبلين اللي هو يستخدموه بالمونوبلين وهذني انا مستخدم كلش هوايه احنا عندنا بالفلاترنج بصوره عامه احنا بالفلاترنج نشتغل مونوبلين نخلي له اسنان نبيعوهم لسه موجودات اكو نوع شي حرف زد بي بس تباوع من الكس بس اكو حرف زد موجود بي اكو مثلا يجي بيشنت بور نيورو ماسكيولار كونتراس يعني يجي بيشنت اما بباركنسن اما هو مثلا شوف انت كبير بالعمر كل ما شوي يكبر كل ما مثلا الجو مالته تتحرك ما عنده مصر كوردينيشن تستخدم له الفلات مال مال ريليشن جو طبعا لما يكون عندك اكو فرق بيناتهم كروس بايت اللي يكون عندك كروس بايت وكروس كروس بايت او كلاس 3 همين اللي يفضل انه انت حتى تخلص من الكسب فوسا ريليشن شيب ما عندك هاي كسب فوسا ريليشن شيب لان انت ما تقدر تحققها بالكروس بايت الكروس بايت هو اصلا كسب على كسب هو شايفين الكروس بايت هو اصلا كسب على كسب يعني الجو هو اصلا مكانه مو هو النورمال مور كومفورتبل طبعا اكيد للبيشنتس less time required for setup slightly more aesthetic than monoplane occlusions يعني باللاترال فورس صفر يصير ماكو لاترال فورس ماكو لاترال فورس بالضبط disadvantage باب هو انا ما اريد شو اسمه احنا من نسوي الاسنان عدله هي مو الاسنان عدله ان الاناتوميك عدله فاني على مود احصل chewing efficiency شو اسوي اسوي كومبنسيتنج كير شويه اميلهم مو كلش عدله اسويه هذا العدله هذا الميلان يعني الكسب مو الكسب صارت عندي شلتها فاعوضها بالكومبنسيتنج كير قلنا مو واحد من النقاط قلنا لكم اياها لان انا هسه الكسب ما عندي مو قلنا لكم احنا اذا احنا نتحكم بالكسب اكثر شيء هسه انا كسب ما عندي اروح على الكومبنسيتنج كير يعني بدل ما اسويه الاسنان عدله هيك عدله متقصات هو الكومبنسيتنج كيرف انه اسويه هيك مايلات اوكي هذا الكيرف يسوي دمج لان هذا يعني انت شنو نزلت الاكلوزر تيبل على الرج قريبه تتهمون لو لا رجاء يسوي دمج لمن دكتور للرج يعني انت ايش تسوي انت تنزل اركز فورس تنزل يعني تنزل الاكلوزر تيبل قريبه على الرج فالدمج يزيد تفهمني انتوا احنا مو هنا خمس فاكتورات الكسب انكلينيشن احنا مو قلنا هو اللي احنا نلعب بيه هسه انا ما عندي كسب انكلينيشن زين انه زيرو فاروح على الكومبنسيتنج كيرف انزله اسوي كومبنسيتنج كيرف اعوض هذا اللي انا الخلل اللي صار عندي بانه عدله الاسنان عدله اسويها هيك حتى تجي حتى يصير اكو فود بنتريشن حتى تجي الفود هنا تلقى مكان لها تقعد بيه ويصير هذا التنزيله هذه تسوي دمج للرسجوال occlusal adjustment are more difficult to accomplished لأنه أنت ما عندك كسب فأنت ما تقدر تسوي adjustment مضبوط يعني 100% زين ها شلون نسوي balanced for ثلاث طرق هسه قلت لكم واحدة من عندها اللي هي balance اللي هي compensating curve شلون نسوي balanced occlusion for mono non-atomic teeth الطرق هاي اهمها مهمه مفهوم هذني اول وحده قلنا لكم اياها الكومبنسيتنج كيرف اما اسوي كومبنسيتنج كيرف هذا شوفوا هذا الكومبنسيتنج كيرف هذا الكيرف اللي هو هيك انزل الاسنان شايفين بالسيتنج شلون يسوون هيك يسوون الاسنان هذا طبعا هذا انذر هذا انا ما بدي ادخلكم بين انه ثلاث كيرفات كيرف اكثر واحده كيرف فولسن هذا بيهن ثلاثه شوف هاي ثلاثة والتلتنج سكت مولر تقدر تسوي سكت مولر تسوي له تلتنج هذا يسوي همينة بالانسين أو تستخدم الطريقة الثالثة اللي هي رام ليس رام هاي الرام بالأسفل الرام تعرفين عشان الرام؟ لا رام بالضبط من تروح تسوي صعد السيارة ماتك بالغسل والتشحيم صعدوها يقول لك صعدها على الرام بوي هي هاي الرام بوي رام هياتها هذه الرام شوف شلون مسويه بالانسي شوف اللي يتحرك هو باللاترال يعني ما عندي كسب اللي يتحرك باللاترال من يوقفها الرب اللي انت مخليها بالانسنج رام اوكي
هذه يسوي لنا بالانسنج، شلون الطرق اللي انت تسوي بها بالانسنج. والثلثنج همين اما السكن مالها همين تقدر تسويها وهاي الطريقه. بس هي شلون تسوي الثلثنج؟ يعني تسوي الاثرو شلون؟ لا لا هيك اسوي بالضبط مثل شكل الرام. صعد يعني هيك اسوي. ترى الرام عدله لو شلون تكون؟ لا هيك هيك بحيث الابر يطبيها هيك شكلها. مثل الرمبة مثل الرمبة مثل الصعدة مال قلت لك هاي السيارة شو من تدري تصعد يقول لك صعدها على الرمبة هي هاي الرمبة رام يعني أوكي هذه هم نسوي بالانسنج يعني لما يتحرك هو شوف هسه الوركينج هذا هي الوركينج ده يشتغل عادي من ده يشتغل بالأذر سايد السايد الثاني الرم تتوقف أوكي تقفل ما يخلي يطلع هيك براحته يطلع يروح حتى تسوي بالانسنج يصير حوله حتى تخلي حتى تخلي القصب هنا من جهه الوركينج حتى تخليه بوكان اللي هو المفروض يكون بيه. شنو الفائده اللاترال بالانس؟ ها هو حتى الوركينج شوف باور. شنو؟ انت حتى تحصل هذا الوركينج بهذا المكان. طيب حتى المهندس بليز. تريد فد شيء يقفل ما يخليه يطلع عن برا الاسنان. تريد فشي هو من يحرك لان هو دا يحرك الاثنيناتهم. هو يحرك هيك شيء. فهم شلون؟ هو بيشت من ياكل يحرك الاثنيناتهم. فحتى انت تضمن انه الوركينج بهاي الجهه تخلي واحد هنا بلانس ما يخلي يطلع برا حدك لهنا فهم شلون حتى هاي الجهه تصير وركينج يعني هو شيء مرتبط بشيء يعني وحده وركينج اي واحد ياكل جهه الفود بيها موجوده يسحولها وركينج الكسب على الكسب الجهه الثانيه شو تسوي شغلتها تسوي بلانسنج تمنع انه ديسبليسمنت هذا يطلع برا توقف هذا ها خليه من جهتي اي من الجهتين بالجهه اللي هو بالعكس هو يشتغل بالجهه الثانيه يعني بالجهه اللي هاي طبعا تخليه بالجهتين بس يعني هو من هاي الجهه راح يشتغل اي بالضبط من يجي تجي اللقمه هنا هو يشتغل هناك بالانس من تجي اللقمه يعني بالضبط اوكي هذا مهم هذا فاكتور هذا مهم انتوا شو ما حد يكتب ورقه قلم تصوير هاي مهمه جاي تصوير هاي مهمة كاركتر شلون تختار انت سيلكشن اوف اكلوزال سكيم يعني انا شلون اختار اول شيء كاركترستيك اوف اكلوزال سكيمز شنو اللي يتحدد لي يعني انا شلون اختار التوث فورم اند ارنجمنت اتحكم بشكل التوث او اسوي له بالانسنج لو ما اسوي له بالانسنج اوكي هاي الشيء الثاني اللي خاص بالكلوزر سكيم ايش هي الكلوزر سكيم الشيء الاول البالانس واللينجولايزد والمونوبلين هن ذني الثلاثه هذا كلوزر سكيم فاكتورز لا مو فاكتورز يعني انا هسه جاني هذا المريض هسه اجاني شلون اختار على اساس انا اختار له كلوزر سكيم يعني شلون اختار له بالانس شلون اختار له لينجولايزد شلون اختار له مونوبلين اكو اشياء هو موجوده بي اما انا شنو تعتمد علي انا شنو التيث اللي انا بدي اشتغل بيها شنو هاي هسه راح تجيكم النقطه الثانيه اللي هي البيشنت هو البيشنت اللي يحدد اول شيء الهايت اند ويث اوف ريسيدجوال هو يعني اهم شيء خلينا نقول انا يجيني بيشنت يعني ويل هاي ويل راوند ريدج يعني ويث وذ ابروبريت ويث اروح للبالانس لان هذا راح ياخذ اللاترال فورس كان بي افوردد يعني راح يقدر ويستاند راح يقدر يتحملها بس اذا راح تجيني الهايت اقل والوذ تعبانه والاسنان تعبانه يعني الرج تعبانه اروح للاذر سكيم اوكي واضحه الاستاتيك ديمنت اوف ذا بيشنت يعني انت تسال البيشنت انا يجيني فلات رج مثلا فيميل تجيني فلات رج اقول لها هجي انا راح اسوي جيان استون عدد قول لي شو اسوي بيه استون عدد خلاص انا اعوفه بعد المونوبليت لان الاستاتيك دمن اوف ذا بيشنت از فيري امبورتنت يقول لك انا ما راح اذني حلوات فانت تروح له للانجولايزد هم انه هو استاتيك وهم انه هو اقل بيلاترال فورس والسكليتال ريليشن شيب طبعا قلناها احنا بالكلاس 3 انت بالكلاس 3 كل ما تقدمت الجو مال البيشنت طبعا هو كل ما يكبر بالعمر البيشنت احنا قلنا اخذناها كل ما يكبر كل ما هو يتحول كأنه هو كلاس 3 بالضبط راح تتقدم الماندبل فأنت ما راح تقدر ترجع بالانس مستحيل ترجع بالانس فتأخذ غير كلوزر سكيم مو البالانس والنيورو ماسكنر كنترول قلناها همينة أنت
انت كل ما بيشنت يعني عنده بور مصل كوردينيشنز انت ما تروح لبالانس اوكلوجنز لان هذا راح يضل بس قاعد اليار اي حركه هو راح يسوي لي ديسبليسيف. انت اهم شيء تقلل اللاترال فورس تندنسي اوف بارا فانكشنال اكتيفيتي. شنو هاي تعرفون يعني شنو بارا فانكشنال اكتيفيتي؟ خارج الاوكليشن اللي يسويها مو طبيعي. شنو؟ لا البروكسيزم هو البارا فانكشنال اكتيفيتي. البروكسيزم يعني بيشنت هو يعني هو من هو نايم يعاطي يقول لك انا كنت هيجي كنت يعني انا من كان عندي سنون كنت هيجي انت من داخل عنده هيستوري فهذا ما تخلي له انت يعني لا تخلي له اسنان هوايه بالانس تحاول انه تخلي له يعني مونوبلين. هاي فاكتورز. ثانك يو. اوكي.